يا زعيم ثانية بقول لك ايه، قول والنبي عشان انا بس مؤدب ومش عايز اطلع في تويتر اعمل حاجة ومحتاجك انت تعملها، والنبي ايه خير. عايز بس الراجل اللي بيخطف الميكروفون من شفت انت كلمة البلتاجي الرخم ده اللي كل شوية يخطف الميكروفون من عصام شرف ويقعد يقول حاجات. محمد البلتاجي بتاع الاخوان؟ اه انت ما شفتش الفيديو بتاع عصام شرف؟ لا والله انا اصلا كنت راجع من بيروت امبارح وتعبان، فما شفتش اي حاجه النهارده. انا لسه فايق من شويه كده، بس انا طب سمعت الكلمه كلمة جامدة، كلمة جامدة فشخ بصراحة، جامد قوي يعني. كل ما يتكلم كل دقيقة يقوم خاطف منه الميكروفون يقعد يسقط يسقط ابن الدولة، فعايزين نعمل عليه كامبين الراجل اللي بيخطف الميكروفون. يعني انا شايف البلتاجي لازم يتهزق شوية. البلتاجي راجل محترم، سيبك منه عشان الراجل ده كويس جدا، وغير غير بعيد بتوع الاخوان. وبعدين يا سيدي، ما احنا عايزين نحل امن الدوله برضه. طب ما ايوه بس يعني يخش ويخطف الميكروفون، معلش معلش، هخليها عندي انا دي عشان انت البلتاجي بقيت مؤدب ولا ايه؟ البلتاجي تبع الجد، انا علاقتي بيه كويسه وهو راجل محترم، يعني ثق في كلامي. يعني يعني لو كان حد تاني من الاخوان، يعني لو كان القرضاوي كنت ثبت لي الدين للقرضاوي، انت عارف. لكن البلتاجي راجل محترم يعني. يا عم بتاجي ده اللي منعني من الطلوع على المنصة يا عم، بس قشطة مش خلاص. معلش، ما هو ليهم ناسهم برضه يعني. معلش، ماشي يا اخوي يلا. انت ايه يا ابني، رحت للدكتور ولا ما رحتش ولا عملت ايه؟ رحت اه، بس هي هتقعد معايا اسبوع كده 10 ايام كمان. قال لك ايه؟ طيب تشخيص الحاله ايه؟ ده مشكلة في البونكايتس، ما ده ايه؟ ده حاجة عدوى كده يعني؟ من الرطوبة في الصدر. اما انا كنت في امن الدولة، انا رحت على فكرة عملت بلاغ للنائب العام. ما انت كنت المفروض عملت كده من زمان، بدل اللي انت قلته على التلفزيون وما تعذبتش وما اتبهدلتش والكلام اللي انت قلته ده. لا لا مش مشكلة مش مشكلة. طيب ماشي، عايزين ايش نركز بقى على مطلب هل هيعمل امن الدولة؟ لا امن الدولة ده لازم نفشخهم، لازم نفشخهم. ما هو احنا عشان كده لازم الموضوع يتحل، يعني لازم امن الدولة ده يتحل نهائي. وفكك بقى من الناس اللي بتقول لك لا احنا محتاجينه والارهاب ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، لا لازم يتحل، وده دي حاجه الناس كلها متفقه عليها. اه طبعا دي لازم نفشخهم ومش هنسيبهم، اه وهم سامعين دلوقتي اكيد لانهم اكيد عايزين بيتجسسوا على نراقب التليفون. برضو الوزير ده، رئيس الوزراء الجديد ده هيجيب مين وزراء. ماشي حاضر ماشي، ربنا يستر، ربنا ماشي يستر. تابش ماشي، سلام. سلام.